يعني سبحان الله لما مات حسني مبارك الناس كانت بتترحم على شهداء 25 يناير، أيضا لما مات صفوة الشريف قبل ساعات الشعب المصري كله بيترحم على سعاد حسني المقتولة غدرا في 21 يونيو 2001 أو رميا من البلكونة في لندن. وقتها ما كانش حد عنده شك، لا مصر كلها كبير وصغير كانت عارفة مين اللي قتل سعاد حسني ومن المستفيد ومن المدبر ومن المخطط ومن وراء إسكات سعاد حسني التي رفضت ابتزاز صفوة الشريف. لكن وقتها لأن صفوة الشريف كان في عنفوانه السياسي محدش قدر يتكلم. 15 سنة ما بين مقتل سعاد حسني وعام 2016 اللي خرجت فيه أختها جنجاع عشان تعلن وتتحدث بعد ثورة 25 يناير أن القاتل الحقيقي لسعاد حسني هو صفوة الشريف. رحل صفوة الشريف ليقابل سعاد حسني عند ديان السماوات والأرض، عند من لا يظلم عنده مثقال ذرة، مش زي القضاء المصري اللي خرج صفوة الشريف براءة في معركة أو موقعة الجمل وحكم عليه 3 سنين فقط في اختلاس الأموال المصرية. نافل بقى موضوع صفوة الشريف وموضوع التجسس على المصريين والصور الجنسية والفضائح الجنسية اللي كلكم عارفينها، ونروح بقى لموضوع تاني